النبي محمد نفسه بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا هذا، كيف هذا يكون رادع؟ لذلك لما ذهبوا إلى أهل الشام قالوا لهم يعني سندعوكم إلى ثلاثة، يا أما تسلموا أو تعطوا الجزية أو نقاتلكم. قالوا طيب هذا الإسلام، ما نريد الإسلام، ولكن إيش ندفع الجزية؟ فقالوا للمسيحيين في الشام، قالوا تدفع الجزية لكي نحميكم. فقالوا لهم تحمون من من؟ قال نحميكم من سيوفنا. كيف نحن نحمينا من السيوف؟ هو هذا، وهذا تعال انا احميك عشان ما اقتلك، يعني وتعال ادفع لي فلوس. شو هذا النصب؟ هذه عمليه هذا الاسلام العظيم فتح هذه البلدان بهذه الطريقه، الناس صارت تدفع فلوس عشان المسلمين ما يقتلوهم، ويقول لك المسلمين بيدافعوا عننا، بيدافعوا عنكم ضد مين؟ قال ضدهم هم. طيب سؤال.